وشفنا كثير من هذه القصائد قصص خلال الأغاني، أنا حبيبي جت تأخذ رسائلها، يعني لو نتكلم أكثر من 250 عمل تغنى بها الكبار الفنانين في الوسط العربي. وشاهدت تصريح للراحل يقول إنه من أفضل المغنيين أو الأقرب إليه من غنى قصائده كان طلال مداح ومحمد عبده، ولعل لك قصة عشتها لأغنية من أغاني محمد عبده لا تسرق كثير. الوقت، كلمنا عن هذه الكواليس. كثير كثير كثير، يعني شوف طلال مداح، خلينا بس شوية منطلق للهرجة، إنه طلال بدر بن عبد المحسن كون محورين غنائيين من أجمل ما يكون، محور منا منتهى اللي هما هو وطلال وسراج عمر، كونوا محور جميل أعطى كثير من الأعمال الرائعة والكبيرة. والمحور الثاني كان بدر ومحمد عبده ومحمد عبده يعني كملحن، كمان كونوا يعني مجموعة كبيرة جدا من الأعمال التي يغنيها القاصي والداني الصغير والكبير، حتى تغنى في المرابع، حتى أغنية وطنية تكون تغنى في المرابع الليلية في أوروبا وفي كل محل، لأنه إيقاع السعودي تعرف غريب على بعض الأذان الأخرى برا، لكن يقدم بشكل جميل يشغل البال ويسمعوه كلهم. بعدين في ميزة أغنيات بدر، إنه حتى لو كتب أغنية وطنية يكتبها بعاطفة غير طبيعية طبعاً. لأن الأغنية الوطنية أصلاً عاطفة، أصلاً إيه أصلاً عمل عاطفي. ليه؟ لأنه إذا ما فهمت هذا الموضوع أنت كشاعر، وإذا ما قدمت هذا الموضوع على إنه عمل زي أغاني عبد الوهاب الوطنية، لما قدمها بشكل عاطفي خلاص صارت حاجة أنجح بكثير مما يقدمها بشكل مارش عسكري وما أدري.